بعد الأخبار عن إلقاء القبض على سالي حافظ، رسالة مؤثرة من شقيقتها المريضة نانسي تبكي الآلاف. تصدر اليوم خبر مفاده إلقاء القبض على الشابة اللبنانية سالي حافظ التي لا يزال اسمها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحامها لأحد المصارف في لبنان يوم أمس الأربعاء، مطالبة بوديعتها التي تم احتجازها لسنوات بهدف دفع تكاليف علاج شقيقتها المصابة بالسرطان حسب ما قالت. وتبين أن سالي استخدمت مسدساً بلاستيكياً خلال عملية الاقتحام، إلا أن المديرية العامة للأمن العام نفت في بيان لها أنه تم القبض على سالي. وجاء في البيان: تسري شائعات مفادها أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت، ويهم المديرية أن تؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة ولم يتم توقيفها على الإطلاق، كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار بيروت الدولي. ما بعد يمشي الحال إلا هيك، نحن هو المصارف وجايبينهم بالسرعة، نحن تعبانين وشايلين فيهم، هلكنا لو جمعناهم، تدفعوا المصاري منفل، ما بتدفعوا المصاري مقطع حالنا نحن وياكم. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه نانسي شقيقة سالي التي انتظرتها داخل السيارة خارج البنك. وتفاعل الجميع مع الفيديو المؤثر متمنيين لها الشفاء العاجل. وفي سياق متصل، دعم عدد من الفنانين اللبنانيين سالي عبر تغريدات كتبوها على حساباتهم عبر تويتر، منهم الفنانة اللبنانية إليسا التي كتبت: بدل ما توقفوا سالي اللي بدا حقها لتعالج أختها، روحوا وقفوا الفاسدين اللي سرقوا الدولة وصادروا أموال الناس وحرموهم أبسط حقوقهم، يا عيب الشوم على الزمن اللي وصلنا له. أعطيها المصرية الدولار، أعطيها المصرية الدولار بسرعة. من جهتها كتبت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور: الله يعين البلد وشعبه لوين وصلونا هالحرمية. في حين قال الإعلام اللبناني نشان: فيديو سالي حافظ وهي تنتزع حقها من زمرة لصوص لبنان أفرحني أكثر من فيديو إبداع فرقة المياس، برافو سالي. أما الفنانة مايا دياب فكتبت: سالي حافظ تمثلني وتمثل كل لبناني رافض يسكت على حقه بظل القمع اللي عم تمارسه المصارف والدولة من سنوات ولليوم. الله يشفي أختك ويشفي كل مريض سرطان وينصرك على كل مين عم يحاول يقلب الحق عليك، انت وحدة من أبطال بلدي.